السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم أنا صدر الكروشي. أساس صدر الكروشي هو هذه البياسة اللي شكلها مثلث كما هكذا. اليوم حنوريكم كيفاش نخدم هذه البياسة وكيفاش نخدم صدر الكروشي بهذه البياسة. أنا خدمت هذه البياسة بالقطوة رقم 16 وبالكروشي رقم 18. نبدأ على بركة الله. انا اليوم راح نخدم معكم بالكوط والخشين. انت تقدري هذه البياسه تخدميها بالخيط تاع السلك كيما تحبي انتيا. اولا نديرو بدايه العمل العقده هكذا، نديرو سلسله فيها 8، نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. درنا سلسله فيها 8، نرجعو لبدايه العمل، ندخلو نقفلو العمل تاعنا بمنزلقه، نديرو عوينه واحده هكذا، ندخلو للسلسله هنايا، نجبدو الخيط ونديرو مايسيري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نديرو 12 مايسيري، نرجعو ندخلو في بداية العمل، نجبدو الخيط، ندخلو العمل تاعنا بمنزلقة كيما هكدا. اسم بداية العمل كانت سلسلة فيها 8، ومن بعد خدمنا 12 مايسيري في هذه السلسلة اللي فيها 8. دوكا نكملو العمل تاعنا. واش نديرو دوكا؟ نديرو سلسلة فيها 3، يعني 1 2 3. لفوا الخيط على الكروشي، نروحوا المايسيغي اللي امامها، ندخلوا فيها، نجبدوا الخيط ونديروا عمود هكذا، نديروا سلسله فيها 5، 1 2 3 4 5. لفوا الخيط على الكروشي، نعاودوا نروحوا المايسيغي الثالثه، نديروا عمود، ما نقفلوش العمل، نخلوه، نزيدوا كذلك المايسيغي الرابعه، ندخلوا فيها ونديروا عمود كذلك هكذا. دوكا نقفلو مع بعضها، نحسبو 1 2 3 4 5. نلفو الخيط على الكروشي، نروحو المايسيغي الخامسة، ندخلو ونديرو عمود، ما نقفلوش العمل، نخلوه هكذا، نزيدو كذلك عمود في المايسيغي السادسة هكذا، ونقفلو العمل. دوكا نحسبو 1 2 3 4 5 5. دوكا نعاودو نرجعو نديرو عمود كذلك في المايسيغي السابعة، وما نقفلوش العمل، نزيدو عمود تاني في المايسيغي الثامنة هكذا، ونديرو سلسلة فيها 1 2 3 4 5. دوكا كذلك ندير عمود، يعني حنكمل هذه المرحلة كامل نمشي بها كيما هكذا، عمودين مع بعضهم، سلسلة فيها 5، نزيد عاود نكرر عمودين كذلك مع بعضهم كيما هكذا، يعني في كل مايسيغي نخدم عمود. دوكا انا نكمل العمل تاعي هذا كامل، عاود نرجع لكم. انا اخواتي راني في نهايه العمل، يعني خدمنا 12 عمود هنايا كامل مع بعضهم هذوما، يعني كل عمودين مع بعضهم، بيناتهم سلسله فيها 5 كيما هكذا. دوكا راني في الاخير، دوك ندير سلسله فيها 5 باش نقفل هذه المرحله، 1 2 3 4 5 هكذا. دوكا نروحوا لبدايه العمل تاعنا، ندخلوا هنايا ونعدنا العمودين، قفلنا بمنزلقه كيما هكذا، نديروا عوينه واحده، نعاودوا ندخلوا هنا في الوسط هذو العمودين هكذا، نجبدوا الخيط ونديروا مايسيغي هكذا كيما هكذا. دوكا نديروا ندخلوا في هذه السلسله، نديروا مايسيغي هكذا، نلفوا الخيط على الكروشي، ندخلوا في الوسط السلسله، نديروا نصف عمود، نلفوا الخيط على الكروشي، نعاودوا ندخلوا في السلسله، نعاودوا نجبدوا الخيط من الاسفل، نعاودوا نديروا عمود اول، نزيدوا عمود ثاني هكذا، درنا يعني مايسيغي نصف عمود وعمودين. دوكا واش راح ندير؟ دوكا نديرو سلسله فيها 7، يعني نحسبو 1 2 3 4 5 6 7. نرجعو لبدايه السلسله هذه اللي فيها 7، ندخلو ونقفلو العمل بمنزلقه كيما هكذا هكذا، نرجعو نلفو الخيط على الكروشي، نعاودو نرجعو لهذه السلسله اللي فيها 5، نكملو العمل تاعنا، نخدمو عمود، نزيدو عمود ثاني، يعني كيما دخلنا في هذه السلسله نعاودو نخرجو، نزيدو دوكا نديرو نصف عمود ونديرو مايسيغي،
يعني دخلنا في هذه السنسالي فيها خمسة، دخلنا ماي سيغي نصف عمود عمودين، خدمنا السنسالي فيها سبعة، خرجنا انا خارجين دوكا بعمودين نصف عمود وماي سيغي. دوكا رانا في هذه المجموعة اللي فيها عمودين هنايا في الأسفل، ندخلوا في وسطها ونحكموا ماي سيغي هكا، نرجع كذلك نخدموا في السنسالة الثانية اللي فيها خمسة، ندخلوا فيها نديروا ماي سيغي، نعاودوا نزيدوا ندخلوا نديروا نصف عمود، نديروا عمود ونزيدوا نديروا عمود ثاني، نزيدوا نطلعوا كذلك بسلسلة فيها سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نرجعوا لبداية السلسلة هنايا ندخلوا ونقفلوا العمل تاعنا بمنزلقة هكذا، نكملوا العمل تاعنا نهبطوا بعمودين. سما كيما طلعنا في السلسلة هذه كيما دخلنا خدمنا فيها نصف عمود، خدمنا فيها ماي سيغي نصف عمود عمودين، دوكا نهبطوا عمودين ونصف عمود وماي سيغي، دوكا نديرو نصف عمود هكذا ونديرو ماي سيغي، نعاودو نرجعو نخدمو في هادو العمودين اللي مع بعضاهم هنايا، ندخلو في الوسط ونديرو ماي سيغي وهكذا، يعني كامل المراحل راح نخدمهم كيما هكذا هكذا، نخدم في هادي المجموعة العمودين اللي مع بعضاهم ماي سيغي فوق، كي ندخل في السلسلة هادي اللي فيها خمسة نخدم ماي سيغي نصف عمود عمودين، نطلع بسلسلة فيها سبعة، نرجع نقفل المنزلقة، نعاود نهبط عمودين نصف عمود ماي سيغي، نعاود نرجع نخدم ماي سيغي فوق هادو العمودين وهكذا. دوكا انا راح نكمل العمل هذا كامل بهذه الطريقه، نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي راني في نهايه هذه المرحله، دوكا هنا خدمت ماي سيغي الاخيره، دوكا ندخل هنا في هذه الماي سيغي في هذه المجموعه، ندخلوا بمنزلقه باش نقفلوا العمل تاعنا هكذا، على خاطر كي بدينا هنايا بماي سيغي في هذه المجموعه. دوكا واش راح ندير؟ دوكا نديروا سلسله فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أنا طالعين في الماي سيغي بس نسافية ثمانية، نشدوا العمل تاعنا نزيدوا نحسبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، درنا سلسلة كذلك فيها عشرة، نديروا عمود بلفتين هكذا، نروحوا لبداية السلسلة نحسبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة، في العوينة الرابعة ندخلوا هنا هكذا، حسبنا واحد اثنان ثلاثة أربعة في العوينة الرابعة، دخلنا نجبدوا الخيط هكذا ونديروا عمود بلفتين، واحد اثنان نقفلوا العمل هكذا، دينا سلسلة فيها ثمانية ومن بعد درنا سلسلة فيها عشرة ومن بعد درنا عمود بلفتين، رحنا حسبنا في بداية السلسلة واحد اثنان ثلاثة أربعة وخدمنا عمود بلفتين. دوكا هذه بداية العمل، دوكا نديرو سلسلة فيها خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نروحو لهذه السلسلة اللي فيها سبعة، هذه الحلقة الصغيرة هذه اللي فيها سبعة ندخلو فيها نديرو واحد ماي سيغي اثنان ماي سيغي، يعني درنا اثنان ماي سيغي. دوكا نكملو العمل تاعنا نديرو سلسلة فيها 12، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، نروحو للسلسلة الثانية هنايا في هذه المجموعة هنايا فيها السلسلة اللي فيها سبعة، ندخلو نحكمو ماي سيغي اثنان واحد اثنان. دوكا نرجع نخدم كيما هنايا، هنا فقط بداية، دوكا ندير سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، دوكا راح نخدم هنايا في الماي سيغي اللي في الأسفل هنايا، واش ندير؟ ندير عمود بأربع لفات، واحد اثنان ثلاثة أربعة كيما هكذا، ندخل هنايا في الماي سيغي هنايا في الأسفل، نجبدو الخيط ونديرو عمود بأربع لفات، واحد اثنان ثلاثة أربعة ونقفلو العمل. دوكا نديرو سلسلة فيها عشرة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ندير دوكا نديرو عمود بلفتين هكذا، نرجعو للسلسلة هذه اللي خدمنا فيها، نرجعو للعمود هذا اللي خدمناه بأربع لفات، شوفي نخلو هادو زوج خيوط اللولين هادوما، نروحو لموراهم على أساس العمود الثاني هكذا، ندخلو بالكروشي ونجبدو الخيط ونديرو عمود بلفتين هكذا.
دوكا نكملوا العمل، نديروا سلسلة فيها خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. نرجعوا نحكموا العمل تاعنا في هذه السلسلة اللي موراها فيها سبعة، نحكموا كذلك نديروا اثنان مع الصيغة هنايا، ونرجعوا نخدموا العمل عادي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش. نرجعوا نروحوا للسلسلة اللي موراها، نخدموا كذلك فيها اثنان مع الصيغة واحد اثنان. دوكا نديرو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نرجعو نديرو عمود بأربع لفات، ونروحو لأسفل ماي سيغي هنايا، وندخلو نديرو عمود بأربع لفات ثلاثة أربعة، ونقفلو العمل. نديرو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نديرو عمود بلفتين، نرجعو لأسفل هاد هنايا العمود، نخلو على اساس هادوما الزوج خيوطا عمود. الثاني هنا شوفي عندنا هنا الثاني، ها هما على زوج خيوطا، هو على اساس هما على اساس عمود الثاني، ندخلو نديرو عمود بلفتين هكذا كيما هكذا. يعني العمل تاعنا كامل راح نمشو به هكذا. يعني دوكا درت خمسة، خدمت عمود باربع لفات، سلسلة فيها عشرة عمود بلفتين. دوكا نكمل العمل تاعي سلسلة فيها خمسة، وروح نحكم هنا في هذه السلسلة اللي فيها سبعة. دوكا انا نكمل العمل تاعي كامل، عاود نرجع لكم. هنا اخواتي انا راح نكمل معكم العمل باش يبان لكم العمل مليح. هنا بعد ما درت سلسلة فيها خمسة، حكمت اثنان ماي سيغي في هذه السلسلة، نكملو نديرو سلسلة فيها 12. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش 12. نروحوا لهذه السلسله اللي فيها سبعة في قمه هذه المجموعه، نديروا ماي سيغي، نزيدوا ماي سيغي ثانيه. دوك احنا بدينا في بدايه العمل، بدينا بسلسله فيها 8 ومن بعد درنا سلسله فيها 10 هنايا، لكن كي جينا نحكموا درنا عمود بلفتين، حسبنا واحد اثنان ثلاثه اربعه. دوك نديروا سلسله فيها واحد اثنان، نلفوا الخيط على الكروشي ونحسبوا بدايه هذه السلسله هنايا. شوفي هنايا في هذه السلسله نحسبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا ندخلوا ونديروا عمود، لا خطر في المراحل الأخرى كنا نخدموا سلسلة فيها خمسة. دوك هذه سلسلة فيها اثنان وعمود على أساس سلسلة فيها خمسة، والسلسلة هذه اللي فيها ثمانية على أساس عمود بأربع لفات، ومن بعد نديروا سلسلة فيها عشرة، ومن بعد نرجعوا نحكموا العمل تاعنا بعمود بلفتين في نصف هذه في نصف هذا العمود بأربع لفات. انا دوكا راني باديه بسلسله فيها 8، يعني نصفها 4 سلسله فيها 4. يعني العمل تاعنا في هذه المرحله كيفاش يكون؟ يكون هكذا، بدينا اولا بسلسله فيها 8، درنا سلسله فيها 10 كذلك، ومن بعد درنا عمود بلفتين، حكمنا في السلسله رقم 4 وحسبنا 1 2 3 4. كملنا العمل تاعنا، درنا سلسله فيها 5، رحنا لهذه السلسله اللي فيها 7 في الاسفل، درنا اثنان ماي سيغي، بعد خدمنا سلسلة فيها 12، من بعد رجعنا خدمنا اثنان ماي سيغي في السلسلة الثانية، من بعد كملنا كذلك درنا سلسلة فيها 5، من بعد خدمنا عمود بأربع لفات هنايا، من بعد كملنا سلسلة 10 في السلسلة فيها 10، من بعد درنا عمود بلفتين، وحنا النصف هذا العمود لي بأربع لفات، يعني خدمنا عمودين في النصف تاعهم، درنا عمودين، خدمنا العمود تاعنا لي بلفتين، وخلينا عمودين الفوق. كملنا العمل تاعنا، سلسله فيها 5 ماي سيغي 2، وبعد سلسله فيها 12 ماي سيغي فيها 2 سلسله فيها 5، وهكذا كملنا كامل العمل تاعنا بهذه الطريقه باش شكلنا هذا المثلث في بدايه العمل هكذا. اخواتي دوكا نكملوا العمل تاعنا في هذه المرحله، نديروا عوينه وحده، نعاودوا ندخلوا هنايا في السلسله هذه هكذا، ونديروا ماي سيغي. دوكا نديروا سلسله فيها 6، 1 2 3 4 5 6 هكذا. دوكا راحين نخدمو عمود بتلت لفات في هذه السلسله اللي فيها 10 هنايا، هذه السلسله فيها 10، نخدمو عمود بتلت لفات. بعد ما خدمنا السلسله فيها 6، 1 2 3، 1 2 3 عمود بتلت لفات كذلك، ندخلو في هذه السلسله اللي فيها 10، نخدمو عمود بتلت لفات، 1 2 3، نزيدو عمود بتلت لفات هكذا،
عمود رابع بثلاث لفات كذلك، يعني نخدمو اربع اعمده كل عمود بثلاث لفات هكذا. دوكا نديرو سلسله فيها واحد اثنان ثلاثه. دوكا نديرو هنا، رانا شوفي رانا نخدمو هنا في القمه، نزيد واحد اثنان ثلاثه، يعني عمود سلسله فيها سته، نديرو عمود بثلاث لفات كذلك، نعاودو نرجعو نخدمو عمود بثلاث لفات. يعني دوكا رانا نخدمو هنا في هادوما الاعمده هكذا اللي يجو هنا في القمه، كل عمود بثلاث لفات ونخدمو اربع اعمده هكذا. والسلسله دائما في البدايه فيها سته، الوسط فيها سته، وفي النهايه كذلك فيها سته هكذا. عمود ثالث، ندخلو نجبدو الخيط، انتي تقدري تخدمي هذه البياسه بالخيط تاع السلك او حتى بالكوتون بيرلي عادي هكذا. درنا اربع اعمده كيما هكذا. دوكا ندير سلسله فيها سته، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته. نرجعو نحكمو مايسيغي هنايا في السلسله هذه اللي فيها خمسه، نحكمو مايسيغي وحده، نديرو دوكا سلسله فيها واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. نروحو نخدمو دوكا في هذه السلسله اللي فيها 12، هذه فيها 12، ندخلو نحكمو نديرو مايسيغي وحده، نزيدو مايسيغي الثانيه، يعني اثنان مايسيغي. دوكا نديرو غرزه بيكو، يعني واحد اثنان ثلاثه، لفو الخيط على الكروشيه، نرجع بدايه العمل نجبد الخيط ونقفل العمل تاعي هكذا. نرجع نخدم اثنان بيكو، واحد اثنان، نزيد نطلع بسلسله فيها 8، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 8. نروح نحكم مايسيغ في السلسله هذه اللي فيها خمسه هكذا. دوكا نطلع بسلسله فيها سته، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته، ندير عمود بثلاث لفات، نخدم اربع اعمده في هذه السلسله اللي فيها 10، ندير اربع اعمده كل عمود بثلاث لفات. البدايه سلسله فيها سته، الوسط فيها سته، وفي الاخير فيها سته هكذا. دوك انا واش راح ندير، راح نمشي بنفس الطريقه اللي خدمت فيها هنايا في القمه هنايا، يعني سلسله فيها سته، اربع اعمده كل عمود بثلاث لفات، ومن بعد سلسله فيها سته، ومن بعد اربع اعمده كل عمود بثلاث لفات، ومن بعد سلسله فيها سته. حكمت ماي سيغي هنايا في السلسله هذه اللي في الاسفل فيها خمسه، ومن بعد خدمت سلسله فيها 8، رحت خدمت في السلسله هذه اللي فيها 12، خدمت اثنان غرزه بيكو اثنان ماي سيغي، غرزه بيكو اثنان ماي سيغي، ومن بعد رجعت نخدم سلسله فيها 8، ورحت حكمت هنايا في السلسله اللي فيها خمسه، ورجعت نخدم عادي كيما هكذا. يعني دوكا انا حنخدم العمل كامل كيما هكذا، وين عندي سلسله فيها 12 نخدم كيما هكذا، وين عندي سلسله فيها 10 نخدم الاعمده. دوكا انا نكمل العمل تاعي كامل بهذه الطريقه، نعاود نشارككم اخواتي. راني في نهايه هذه المرحله، انا دوكا خدمت سلسله فيها 8، دوكا راح نقفل العمل تاعي في هذه المرحله، يعني نروح لبدايه العمل تاعي هنا وين خدمت ماي سيغي، ندخل ونحكم العمل تاعي بمنزلقه كيما هكذا هكذا. دوكا نكملوا العمل تاعنا، هنخدمو النهاية اللي هي الفينيسيون، نخدمو شوفي ندخلو في هذه السلسلة اللي فيها ستة، نخدمو ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ندخلو في هذا العمود الأول، نحكمو ماي سيغي، نديرو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نرجعو العمود الثاني نخدمو عادي ماي سيغي واحد اثنان اثنان ثلاثة، نرجعو نخدمو هنايا ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة، نطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نعاودو نرجعو للسلسلة هذه اللي فيها ستة، نخدمو ثلاثة ماي سيغي، يعني كيما بدينا في السلسلة نهبطو، بدينا بثلاثة ماي سيغي نهبطو بثلاثة ماي سيغي. نكملو العمل تاعنا، عندنا هنا العمود نخدمو نديرو ماي سيغي واحد اثنان ثلاثة، هنايا ندخلو نديرو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة،
عفوا، نعاود نرجع لهنا في العمود، ندخل ندير ماي سيري، نهبط نخدم في السلسلة هذه، نخدم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يعني شوفي خدمنا هكذا في القمة، خدمنا دخلنا ماي سيري سبعة، درنا سلسلة فيها خمسة ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ومن بعد خدمنا سلسلة فيها سبعة، بعد هبطنا بستة ماي سيري، سلسلة فيها خمسة، وهبطنا بسبعة ماي سيري. دوكا نروحو نخدمو في هذه السلسلة هنايا اللي فيها تمنية هنايا، هذه ندخل مباشرة نخدمو واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا. دوكا نديرو سلسلة فيها عشرة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نروحو نخدمو في السلسلة هذه الثانية اللي فيها تمنية، نخدمو أربعة ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نرجع نخدم كذلك في السلسلة مباشرة اللي فيها ستة، نخدمو سبعة ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نروحو الماي سيري هنايا فوق العمود، نخدمو ماي سيري، نديرو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. نرجعو نخدمو في العمود الثاني ماي سيري، العمود الثالث ماي سيري، العمود الرابع ماي سيري، ونخدمو ثلاثة ماي سيري هكذا في السلسلة اللي فيها ستة، ونطلع بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نرجعو نخدمو كذلك ثلاثة ماي سيري وهكذا هكذا، ونرجع نخدمو فوق العمود عادي هكذا. يعني حنمشي بالعمل كما خدمت هنايا في القمة، راح نعاود نخدم نفس الطريقة هنايا، ولكن دائما هنايا بين، شوفي هكذا هنا وين عندنا السلسلة هذه اللي خدمنا فيها في الأسفل تمنية واثنان ماي سيري بيك، واثنان ماي سيري سلسلة فيها تمنية، هنايا واش نخدمو؟ نعودو نخدمو أربعة ماي سيري سلسلة فيها عشرة، يعني تشكل لنا هكذا قوس سلسلة فيها عشرة، ومن بعد أربعة ماي سيري، ونعاودو ندخلو نخدمو هنا في هذه القمة في السلسلة هذه اللي فيها ستة، نخدمو سبعة ماي سيري سلسلة فيها خمسة، ستة ماي سيري سلسلة فيها سبعة، وهكذا. دوك انا نكمل العمل هذا كامل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. انا اخواتي دوك راني في الاخير باش نقفل هذه البياسة والعمل. دوك انا درت سلسلة فيها عشرة، دوك نرجع نخدمو في السلسلة هذه اللي فيها تمنية، نخدمو اربعة ماي سيري، واحد اثنان ثلاثة اربعة. نقفلو العمل تاعنا هنايا في البداية تاع العمل هكذا، نقفل منزلقة هكذا. هكذا كملنا البياسة تاعنا، هذه شكلها مثلث، هذه اللي نخدمو بها صدر كروشي. انتي تقدري تخدميها بالخيط تاع السلك او كوطون بيغلي، لكن الاختيار كيما هكذا. دوكا انا نوريلكم كيفاش نخدمو الصدر، نشكلو بها صدر كروشي، كيفاش نحكموه مع بعضه هكذا. هذه هي البياسة تاعنا، وهذه البياسة بالرقم بالكوطو رقم 16، وهذه بالكوطو رقم بالكوطو الخشي. هنا اخواتي هذا هو الصدر تاعنا، انا مازال ما كملتوش ومازال ما فينيتوش، يعني دوكا راني في نصف العمل. خدمت ان البياسات هذو المثلث اللي هما كيما هكذا، وحكمت كل بياسه مع خوتها. هنا حكمت واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، حكمت خمس بياسات مع بعضهم، ومن بعد هذو ما حكمتهم في الجنب، هذو ما هنايا هكذا. هنا حكمت الثانيه والثالثه، هذه الثانيه والثالثه، هذو اثنان ثاني مع بعضهم هكذا. يعني شوفي حكمنا هادوما كامل هنا في السلسله اللي فيها سبعة. دائما كي نخدم بياسه نحكمها مع خوتها هنايا، ودائما كيفاش نحكموا البياسه. دوك انا مازال ما كملتش العمل تاعي، دوك نوري لكم حتى كيفاش نحكموا البياسه مع خوتها. دائما نحكموا، شوفي نحكموا هنا في هذه السلسله اللي فيها سبعة، والسلسله اللي فيها خمسة، وفي السلسله هذه اللي فيها عشرة، ونرجع نحكموا كذلك في السلسله هذه اللي فيها خمسة والسلسله اللي فيها سبعة كما هكذا. يعني فقط البداية هنايا نحكمو خمس بياسات مع بعضهم كامل هنايا. دائما كي تخدمي بياسة تحكميها مع خوتها وهكذا، تحكمي خمسة، ومن بعد نخرجو بالجنب هكذا، نخرجو هنايا بالجنب هدايا هكذا. دوكا انا حنخدم هذا الجنب كذلك، راح نخدم بياسة، انا خدمت بياسة دوكا هكذا، سما نبدا نخدم هنايا بالجنب هكذا. دوكا نوريكم كيفاش نحكموا البياسه هذه. دوكا حنخدم، انا راني خادمه بياسه وراني دوكا نخدم في البياسه الثانيه باش نحكم هذه الجهه مع بعضها. دوكا نوريكم كيفاش نحكموا العمل.
اخواتي دوك راني نخدم انا في هذه البياسه، راني نخدم في الفينيسيون، يعني هنا بديت نخدم ماي سيري 7 سنسه فيها 5 ماي سيري 6 ودوك ندير ماي سيري فيها 3 باش نحكم العمل تاعي مع هذه البياسه. يعني وين نحكم؟ يعني كيما حكمنا هنايا 5 بياسات مع بعضهم في عوينه واحده، هنا راح نحكم 3 بياسات مع بعضهم في عوينه واحده. يعني هذه البياسه راح نحكمها كيما هكذا، هكذا نطلع بيها. يعني نحكم هنايا درت سلسله فيها 3، العوينه السابعة نحكمها هنايا، يعني عود 1 2 3 مع بعضهم هنايا. وكذلك هنايا دوكا نطلع بالعمل نحكم بياسه هذه مع هذه، يعني عود 2 ونزيد هذه الثالثه معاهم هكذا، نزيد هذه الثالثه باش يتشكل لنا كيما هكذا. يجينا السطر هكذا، دوكا نحكم 3 هنايا، يعني 3 هنايا و3 هنا فوق، وهنايا نكمل نطلع بالعمل عادي. نحكم دائما في السلسله اللي فيها 7 5، السلسله اللي فيها 10، وبعد السلسله اللي فيها 5، وبعد السلسله اللي فيها 7 هنايا ثاني نحكم هذه البياسه، يعني عدو 2 مع بعضهم، وبعد نهبط نكمل فيني العمل تاعي عادي. دوكا انا كيفاش راح نحكم نخدم العمل تاعي؟ نخدمو شوفي، درنا السلسله هنا فيها 3، نحكمو العمل تاعنا اللي هو هنايا، نشدو بياس الصدر تاعنا وندخلو هنايا ونحكمو ماي سيري، نزيدو 1 2 3، نرجعو دوكا نخدمو في البياسة تاعنا عادي، نخدمو 3 ماي سيري 1 2 3، نرجع نخدم فوق العمود ماي سيري 1 2 3. دوكا راح نخدم كذلك نحكم بياسه مع خوتي، ندير سلسله فيها 1 2، حبسوا العمل البياسه تاعنا، روحوا البياسه هذه اللي مقابلتها في السلسله هذه اللي فيها 5 هنايا، ندخلوا نجبدوا الخيط نحكموا ماي سيري نزيدوا 1 2، نعاودوا نرجعوا العمود والبياسه تاعنا مع هذا العمود، نخدموا فوقه ماي سيري ونرجعوا نخدموا في البياسه تاعنا 1 2 3 4 5 6 7. دوكا نرجعو نخدمو هنايا 1 في السلسله هذه اللي فيها 8، 2 3 4، دائما هذه السلسله فيها 8 نخدمو فيها 4 ماي سيري. دوكا نخدمو 1 2 3 4، درنا سلسله ماي سيري سلسله فيها 4، نروحو للسلسله هذه اللي فيها 10، ندخلوا فيها نحكموا ماي سيري على اساس 5 ونكملوا 1 2 3 4 5، نرجعوا للبياسه تاعنا هذه هنايا، نروحوا لهذه السلسله فيها 8 نخدموا 4 ماي سيري 1 2 2 3 4، نروحوا دركا نخدموا مباشره في السلسله هذه فيها 6، 1 2 3 4 5 6 7، نخدمو في العمود هذا ماي سيري ونزيدو سلسله فيها 1 2، نروحو نحكمو بياسة مع خوتها كذلك في السلسله هذه اللي فيها 5 هكذا، ندخلو نجبدو الخيط ونحكمو العمل تاعنا ماي سيري هكذا، نزيدو سلسله فيها 1 2، نرجعو العمل تاعنا نخدم فوق العمود 1 2 3، خدمناها فوق كل عمود ماي سيري. دوكا نطلع في السلسله هذه اللي فيها 1 2 3، دوكا نديرو سلسله فيها 1 2 3. دوكا راح نحكمو 3 بياسات مع بعضهم، نحكمو اولا البياسه الاولى مع هذه هكذا، نزيدو نجيبو البياسه هذه اللي هي الثالثه هكذا، ندخلو هنا نجبدو الخيط ونحكمهم كامل مع بعضهم ونزيد 1 2 3. دوكا نرجع نخدم في البياسة اللي راني نخدم فيها، نرجع نخدم ماي سيري 1 2، نرجع نخدم فوق العمود، نخدم ماي سيري 1 2 3، دوكا ندير سلسله فيها 1 2،
دوكا نروح نخدم في البياسة اللي دوكا زدنا على هذه الثالثة. هذه هكذا، شوف هذه البياسة. انا اخواتي دوكا راح نحكم انا البياسة هذه مع هذه البياسة الاخيرة اللي عندنا. شوفي هنايا حكمنا ثلاث بياسات مع بعضهم، ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة. هنا كامل في نقطة واحدة، في السلسلة فيها سبعة. هنايا كذلك تلقاي روحك هنايا حاكمة ثاني ثلاث بياسات مع بعضهم هنايا في هذه النقطة. كذلك السلسلة دائما اللي فيها سبعة نحكموا فيها العمل في البداية وفي النهاية العمل هكذا. دوكا انا راح نحكم هذه البياسة مع هذه في السلسلة اللي فيها خمسة. بعد ما خدمت انايا السلسلة فيها اثنان، نروح نجيبوا البياسة تاعنا هذيك هنايا، ندخلوا نديروا سلسلة فيها، نديروا ماي سيري، نديروا سلسلة فيها اثنان، واحد، اثنان، نعاودوا نرجعوا للعمود هنايا، نخدموا واحد ماي سيري فوق العمود، ومن بعد نخدموا ماي سيري، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نروحوا نخدموا في السلسلة هذه اللي فيها ثمانية، نديروا أربعة ماي سيري، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نديرو سلسلة فيها واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نحبسو نروحو البياسة هذه الأخيرة اللي نحكمو فيها، نروحو للسلسلة هذه اللي فيها عشرة، ندخلو نجبدو الخيط ونحكمو ماي سيري، يعني على أساس خمسة. نكملو العمل، نحسبو واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة هكذا. نرجعو نخدمو في السلسلة اللي فيها ثمانية الجهة الأخرى هنايا، نخدمو كذلك واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. دوكا نطلع هنا نكمل العمل تاعي، نخدم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نروحو فوق العمود نخدمو ماي سيري، واحدة، اثنان، ثلاثة، ديرو سلسلة فيها واحد، اثنان. نروحو نجيبو البياسة تاعنا، ندخلو في السلسلة اللي فيها خمسة ونحكمو ماي سيري، ونزيد نديرو سلسلة فيها اثنان، ونرجعو نخدمو ماي سيري فوق العمود الأخير اللي هو الرابع هكذا. ونرجعو نخدمو في السلسلة هذه اللي فيها ستة، واحد، اثنان، ثلاثة. هنا أخواتي بعد ما خدمت ثلاثة ماي سيري، دوكا نطلع في السلسلة فيها واحد، اثنان، ثلاثة. نروحو نحكمو البياسة الأخرى مع هذه البياسة، نروحو للسلسلة اللي فيها سبعة، ندخلو نحكمو ماي سيري فيها هكذا. نزيدو سلسلة فيها، نديرو سلسلة فيها ثلاثة، ونرجعو نخدمو ماي سيري في السلسلة اللي في البياسة اللي رانا نخدمو فيها اللي هي في الوسط. نديرو ثلاثة ماي سيري، ومن بعد نخدمو فوق كل عمود، نديرو ماي سيري، واحدة، اثنان، ثلاثة. نديرو سلسلة فيها خمسة، نرجعو للعمود نخدمو ماي سيري. دوكا نرجعو نخدمو في هذه السلسلة اللي فيها ستة، نخدمو سبعة ماي سيري، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نروحو للسلسلة اللي فيها ثمانية، نخدمو أربعة ماي سيري، اثنان، ثلاثة، أربعة. دوكا نخدمو السلسلة فيها عشرة، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نروحو للسلسة اللي فيها ثمانية، ندخلو نديرو أربعة ماي سيري، هذه اللي في الطرف الثاني، ثلاثة، أربعة. نروحو مباشرة دوكا كملنا العمل، ندخلو في بداية هذه ماي السلسلة اللي فيها ستة، خدمنا فيها سبعة ماي سيري، نختمو العمل تاعنا هنايا بمنزلقة هكذا. هنا نكونو كملنا العمل تاعنا هكذا، هذه البياسة سما خلاص حكمناها مع بعضها هكذا. انا اخواتي دوك انا كملت انا العمل تاعي هنايا، دوك بقى لي باش ندير له الفينيسيون، يعني هنايا شوفي تحكمي خمس بياسات مع بعضهم هنايا، يعني واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. دائما هنا وين عندنا السلسلة اللي فيها سبعة، دائما البياسة كيفاش تحكميها؟ في البداية السلسلة فيها سبعة، خمسة، السلسلة هنا اللي فيها عشرة نحكمو ماي سيري في الوسط، من بعد نحكمو في السلسلة اللي فيها خمسة، ومن بعد السلسلة اللي فيها سبعة. كيما هكذا، يعني هنا حكمنا خمسة، كي جينا طلعنا هنا في الجنب حكمنا، شوفي حكمنا هذه البياسة وهذه مع بعضهم هنايا، يعني جينا في هذا الجنب هنايا، شوفي ولا عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث بياسات مع بعضهم، وهنا تاني ولو عندنا ثلاث بياسات مع بعضهم، كيما هنايا كذلك وهنايا كذلك نفس الشيء.
دوكا انا راح نبداو نفينيو الصدر هذا تاعنا. انا راح نفينيه بهذا الخيط، انتي خيري اللون اللي تحبي. نحكمو الخيط تاعنا، نجيبو الصدر تاعنا هذا ونخدمو في هذه السنسله اللي فيها 7. نبدا نخدم، ندير 1، ندير ماي سيري، نزيد ماي سيري الثانيه، الثالثه، نزيد ماي سيري الرابعه. هنبدا بربعه ماي سيري. دوكا نعودو نخدمو فوق في كل ماي سيري، نديرو ماي سيري. وين عندنا السلسله اللي فيها 7 نديرو 7 ماي سيري، وين عندنا سلسله فيها 5 نديرو 5 ماي سيري، وكذلك السلسله اللي فيها 10 نديرو فيها 10 ماي سيري. كيما دوكا هكذا انا ماشي معها وحده بوحده، هكذا نديرو ماي سيري في فوق كل ماي سيري كيما هكذا. دوكا هذه السلسله فيها 5، نحسبو 1 2 3 4 5. نرجع نخدم دوكا في الماي سيري هادو، فوق كل ماي سيري نخدم ماي سيري هكذا هكذا. نمشو معها وحده بوحده هكذا. هذه هنا عندنا 7 ماي سيري، ومن بعد ندخلو في السلسله اللي فيها 8، خادمين فيها 4 ماي سيري هكذا. دوكا ندخل في السلسله اللي فيها 10، نخدمو 10 ماي سيري، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. درنا 10 ماي سيري في السلسله اللي فيها 10، نكملو العمل. دوكا ندخلو نخدمو فوق الماي سيري، نخدمو كذلك هنايا 4 ماي سيري. هذه وحده، اثنان، ثلاثة، أربعة. نزيد كذلك نخدم في السلسلة اللي فيها 7، نخدم كذلك 7 ماي سيري، وهكذا. يعني دائما السلسلة اللي فيها 5 نخدمو فيها 5 ماي سيري، السلسلة فيها 7 نخدمو 7 ماي سيري، والماي سيري كذلك دائما فوقها ماي سيري. هكذا باش نفينيو العمل تاعنا حتى الأخير. دوكا هنا عندنا السلسلة فيها 5، نديرو 5 ماي سيري، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. دوك أنايا نزيد نطلع معاها كذلك، 1 2 3 4 5. دوك رانا هنايا نحسبو 1 2 3 4. هنايا هذه السلسله، شوفي هنايا عندنا هذه السلسله فيها 7 وهذه فيها 7 متلاقين مع بعضهم. هنا درنا 4 و4، دوك نزيد كذلك نخدم هنا 4، 1 2 3 4. دوك كذلك هذه الجهه نهبط بها كذلك بنفس الطريقه اللي هبطت بها هنايا، خدمت كيما هكذا. دوك كذلك هذه الجهه نخدم نفس الشيء. دوك انا نخدم هذه البياسه كامل، نعاود نرجع لكم. انا اخواتي كذلك وصلت هنايا، وين عندنا 3 بياسات مع بعضهم هنايا لاصقين محكومين كامل في عوينه واحده. دوكا واش نديرو؟ ندخلو في هذه السلسله اللي فيها 7، ندير 1 2 3 4. نروحو مباشره للجهه البياسه هذه، يعني ما نخدموش في هذه الثانيه، نروحو مباشره اللي مقابلتها اللي هي الثالثه. 1 2 3 4، ونروحو نكملو العمل عادي بالماي سيري دائما فوق ماي سيري وهكذا. نكملو العمل كامل بهذه الطريقه. الصدر تاعنا 1 2 ثلاثة أربعة خمسة. دوك أنا راح نكمل العمل هذا كامل بنفس الطريقة، نعاود نرجع لكم. هنا أخواتي دوك راني في نهاية العمل بهذا الخيط اللي راني فيني به. هذا الخيط جاي كشغل، شوفي جاي بريون في نفس الوقت، جاي هكذا شوفي شعرات هكذا. انتي خيري اللون اللي تحبي تخدمي به على حسب
القماش. انا دوكا شوفي هبطت بالعمل حتى لهنا، شوفي هكذا هنايا طلعنا به هكذا، خدمنا الفينيسيون تاعنا كما قلت. دوكا راني هنايا في النهاية، دوكا انايا راح نكمل العمل هنايا باش نفيدي هكذا، ندخلو نديرو ماي سيغي. اخيرا نديرو 3 ماي سيغي لخاطر كي بدينا بأربعة، انتي تقدري تبداي عادي بسبعة هكذا، وهكذا نكونو كملنا العمل تاعنا. جبتو الخيط بمزريقة هكذا ونكملو العمل تاعنا هكذا. في الاخير اخواتي هذا هو السطر تاعنا، انا شبحته هنا بالاحجار هكذا. انتي تقدري على حسب ما ديري الفينيسيو ديري الاحجار اسورتي كيف كيف يشبهوا لبعضهم. كذلك هذا السطر تقدري كيفاش تفصليه، تفصلي عادي كما هكذا السطر، وتلصقيه فوق القماش عادي بالابره والخيط هكذا. دائما تحكمي هنايا، شوف ما تحكميش في الخيط هذا الفيولي، تحكمي في هنايا في الخيط الابيض هكذا. يعني هذا هو الصدر تاعنا في نهايه العمل، تشبهي انت كيما تحبي هكذا. في الاخير اخواتي هذا هو الصدر تاعنا تاع اليوم. اذا عجبكم العمل تاعنا تاع اليوم مادا بكم دعموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والملتقى اخواتي.